جميعنا ينتظر شهر رمضان، شهر الصيام، شهر القيام، شهر العتق من النيران، اللهم بلغنا رمضان. لكن خرج علينا علماء الشيعة يجوزون لعوام الشيعة الفرار، الهروب من الصيام. يجوز أن يسافر 25 كيلو، يعني مسافة حوالي 10 دقائق أو 15 دقيقة الشيعي بسيارته أو بدراجته هروبا من صيام رمضان، ثم يفطر ثم يعود إلى بيته. نعم، يجوز للإنسان أن يسافر في شهر رمضان اختيارا، ولو بقصد الفرار من الصوم، ولو بقصد الفرار من الصوم. يجوز الفرار من الصوم من صيام شهر رمضان، عمائم مزيفة.